السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في مطبخ بيت العز، معاكم أم أحمد. إن شاء الله النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل معجنات، هنعمل منها خبز الزيتون أو عيش الزيتون بمواصفات بمقادير بسيطة إن شاء الله وموجودة في كل بيت. نبدأ بسم الله ونشوف المقادير مع بعض. معايا كوبايتين لبن حليب أو رايب، لبن رايب الموجود عندك مفيش مشكلة. حط عليهم خميرة وحط عليهم معلقتين سكر، نزلت عليهم زي ما انتم شايفين بشوية الملح. هنزل عليهم دلوقتي بالبيكنج باودر وشوية الزعتر، لو عندك ريحان بيدي طعم وريحة كمان زيادة. هحط عليهم دلوقتي يا حبايب قلبي نص كوباية الزيت، وهنزل دلوقتي بالجبنة شيدر وجبنة رومي، لو عندك اي نوع جبنة تانية انت بتحبيها تقدري تحطيها، جبنة رومي اي جبنه اقدر يعني في العجينه حسب الطعم اللي انت بتحبيه تقدري تحطيها مع في العجينه. يعني هنزل بقى بالاساسيات اللي هو الزيتون، وفي اساسيات برضو ان الناس ان هم بيحط عليها شبت، بس انا ما بحبش الشبت في المعجنات. هقلب المكونات كويس يا حبايبي زي ما انتم شايفين. معايا دلوقتي كيلو دقيق نخله مرتين، هحط الكفايه بتاعت السوائل اللي موجودة معايا والباقي هسيبه، لان كل دقيق زي ما انتوا عارفين ليه كفاية من السوائل. ما اقدرش اقول لكم 3 كوبايات او 4 لان كل دقيق بياخد كمية سوائل معينة. زي ما انتوا شايفين هبدأ انزل بالتدريج كده حسب ما اشوف العجينة هتاخد معايا قد ايه من الدقيق بالشكل ده. بتعجني كويس لغاية ما تحس ان العجينة بدأت تسيب الطبق، وبرضو بتسيب ايديك، يعني مش بتسيب ايديك كويس بس هي الطبق بينضف قدامك، تعرفي كده ان العجينة بقت كويسة بالشكل ده. ما شاء الله بقت زي الفل كده. على فكرة بتاخد وقت جامد في العجين، بقى تقريبا نص كوباية او كوباية الا ربع دقيق. هسيبها تخمر ساعة زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله بعد ساعة من الخمر الله اكبر العجينة ناجحة جدا. ببدأ ألمها زي ما انتوا شايفين كده، وجايبة صينية دهناها بزيت خفيف جدا بالشكل دون. هبدأ اقطع العجينة فيها، انا نسيت العجينة ما شاء الله هتزيد، فهتلاقوني حطيت كمية كتيرة قوي في الصينية، فبعد كده هتلاقوني بقى ايه شلتها زي ما انتوا شايفين كده. بتحطي بقى كده وترصيها وتسيبها تخمر تقريبا 10 دقايق. اللهم صل على النبي، العجينة كانت ناجحة جدا في 10 دقايق. هتشوفوا شكلها دلوقتي لما لقيتها بتزيد جامد قسمتها، يعني شوف انا كنت حاطة في حدود 4 12 قطعة، خليتهم 6 قطع بس في قلب الصينية بالشكل دون. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، اما جيت تخمر بصوا شلت منها كتير لان ما شاء الله حجمها اتضاعف، حطيتها في صواني تانية. دلوقتي لو عندك عسل نحل ممكن تحط له شوية مية، تحط له شوية مية وتبدأي تحط عليها، ده للي عنده حساسية لا قدر الله من البيض ولا حاجة، وتقدري تحطي للباقي بيض. فعشان تعلمي بين ده وبين ده تقدري تحطي على ده سكر، على ده ون سمسم والتاني لا، عشان تبقى عارفة ان اللي محطوط عليه بيض والتاني لا. ده معمول ببيض حطيت عليه سمسم وحطيته في الفرن على 180، وده كان الشكل النهائي للوصفة بتاعتي النهاردة. يا رب تكون الوصفة بتاعتي عجبتكم، شوفوا هش وطري وجميل وطعمه حكاية لما بتاكليه مع كوباية شاي او تفطري بيه الصبح او تتعشي منه زي الفل. يا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. كانت معاكم أم أحمد من مطبخ بيت العز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.